غير مستحق وغير مستحق بالنسبه ديالي انا حنا اللي عطينا الاهلي يتيقوا وحنا اللي عطيناهم هذا الكادو ديال الفوز لان كان بامكان فريق الرجاء الرياضي اليوم حتى هو ينهي المقابله في 25 دقيقه 30 دقيقه يكون مسجل لو تعامل زريده مع ديك الكره ديال راسو راس البوطو شناوي والكره الثابته ديال اللي شويه فاش لا شونس وشويه الحظ ديال الناهري لانه ضربها يعني بشكل جيد اركانها في الزاويه 90 لكن ارتماءها كانت حاضره ديال الشناوي والشناوي كان 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 لو ميور ديال الشوط الاول صراحه الشناوي جبد الكواري اللي يتماركاو اللي سمع اللي سمع الملاحظات اللي كدار عليه كان رد البال مع القذافات اللي خارج الكاري لانه كانوا هادو من نقاط الضعف ديالو.